داخلين على فوق الوضع اللي فقط واحد. ده غالبا محل لعب او محل انت بتخش تلعب بقى اللعبه الغريبه دي تقريبا. ممكن تصطاد لك واحدة انرجي درينك، تقعد تلعب تصطاد بقى حاجة من الحاجات دي، تصطاد لك عروسة ولا دبدوب. طوكيو يا جماعة، طوكيو شارع نظيفة والمحلات نظيفة وحاجة محترمة يعني. ومن داخل محلات الفيديو جيم في طوكيو هنا مجانين بموضوع الفيديو جيم والالعاب اللي هم بيعملوها حاجه مورستانيه. ف زي ما انتم شايفين العاب الفيديو جيمز هنا في كل ركن. في كل حته بيلعبوا فيديو جيمز. هذا الكاميرا I'm watching that.
غافلين على نفسهم وضع بيتفقد الوقت. لأن لو انت عايز تشتري قهوة ولا كوكاكولا ولا حاجة عايز استنوني الفيديو الجاي.